بنها ان ان الدكتور هشام فكر يعمل تيم للكاردياك ايمجينج في الجامعه، فاختار مجموعه من الشباب ما اعترفش اذا كان هم برغبتهم ولا مجبرين تمام ان يدخلوا في التيم دوت وتدربوا كويس، وهنشوف دلوقتي يعني البشاير بتاعتهم. اول دكتوره الدكتوره صباح زيدان، وهتقدم لنا توك عن incremental diagnostic value of CT coronary angiography in variable clinical conditions. السلام عليكم. هو كده الباوربوينت اشتغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا صباح زيدان، مدرس مساعد باسم اشعه جامعه بنها. هنتكلم النهارده عن incremental diagnostic value of CT coronary angiography in various clinical conditions في شكل illustrative cases. اول حاجه coronary artery disease is considered to be the most common cause of death worldwide, rendering the proper diagnosis and the appropriate management of the most important in health care management across the globe. عندنا الكونفنشنال انجيوغرافي بنعتبرها جولد ستاندرد فور دايجنوزيس يت، ولكن ات از انفيزيف بروسيجر، وبالتالي بيبقى ليها اسوشيتد كومبليكيشن. ف يعني ابتدى يبقى عندنا السي تي كورونري انجيو كنون انفيزيف بروسيجر ليها، وليها هاي بريدكتيف نيجاتيف بريدكتيف فاليو، وبالتالي احنا ممكن بنستخدمها كانيشال انفستيجيشن للكورونري ارتري ديزيز، وخاصه في العيانين اللي هم اللو ريسك. الكاردياك كاثيرايزيشن ويز انفيزيف كورونري انجيو از ذا جولد ستاندرد فور ديترمينينج ذا بريزنس اور ابسنس اوف سيجنيفيكانت كورونري هارت ديزيز. But there is the disadvantages of cardiac catheterization with invasive angio. إن هي invasive procedure, long hospital stay with psychological burden on the patient, also costly and associated with some complication and adverse event as the stroke, myocardial infarction, or even death. ريسنت ادفانسز في السي تي كورونري انجيو خلتها من الحاجات اللي هي نون انفيزيف ايزي بريباريشن، زي ما دكتور ابراهيم قال ايزي تكنيك وفاست، ما فيش سي سي يو ادميشن للبيشنت، زائد ان هي في الكونجينيتال يعتبر هي الفيرست او الجولد ستاندرد عندنا. هنبدا اول حاجه بقى الكيسز. The male patient, 48-year-old hypertensive, وجاي له typical chest pain. دخل conventional angio ولقوا ان في difficult RCA cannulation، فعمل referred للسي تي. فاحنا المفروض ان احنا دلوقتي بنشوف اذا كان السي تي اوكلودد او الار تي اي موجود او لا. فهو ظهر عندنا ان في حاجه سمول سايز شورت كده واباف ذا رايت ساينس اوف الزلبا. لما عملنا الايمجز الام بي ار والريكونستراكتد ايمج، لقينا ان في شورت ار سي اي اباف ذا رايت ساينس اوف الزلبا اللي احنا بنقول عليها هاي تيك اوف، زائد ان كان معاه اسوشيتد ان في شورت ليفت مين بايفوركيت لال سي اكس اند لات. ال VR images زي ما احنا شايفين ده اللاد وده ال RCA small sized وطالع من ال above right sinus of Valsalva. هو في القسطرة ما عرفش يشوفه. الدياجنوزيس ان في عندنا small short RCA with high take off، عشان كده هو لما جه يعمل cannulation ما شافهوش في القسطرة. الحالة الثانية ميل بيشنت 55-year-old hypertensive وجايب typical chest pain. البيشنت ريفيوز ان هو يعمل conventional على طول، فعملنا له سي تي. الار سي اي طلع فيه يعني mild lesions كده، ما فيش حاجة significant، ولكن لما جينا بص شفنا اللاد في بروكسيمال شورت سيجمنت ليجن significant. ده شكلها في ال 3 في ار attenuated ليومن، ولما شفناها في القسطره فدي كانت الليجن كورليتد في السي تي مع القسطره،
وكانت طالعه نفس نفس الاتنيويشن ونفس النسبه اللي احنا قلنا عليها ان هي كانت سيفير، كانت سيفير ليجن. ال ال سي اكس برده لما شفناه لقينا ان في ميد كورس ليجن موجوده، ويعني هي كتبت حتى ان احنا كتبنا سب توتال، وده شكلها في التري في ار برده، دي الليجن، وده كورليتد مع البي سي اي، وطلعت اللي هو الجزء اللي هو الاتنيويتد ده، والبيشنت عمل ستينتنج للتو ليجنز، وده بعد بعد الستينتنج في ال سي اكس واللات. دي الليجن بتاع ال سي اكس ودي الليجن بتاعت اللات. الدياجنوزز بتاعنا بروكسيمال لات سيفير ليجن ونون كالسيفايد بليك، وكان في اجريمنت وذ البي سي اي. ماي ال ال سي اكس سب توتال اوكلوجن كان برده نانكلسيفايد بليك، يعني البيشنت ده كان الكالسيفيكيشن السكور كالسيوم سكور بتاعه كان قليل، على الرغم ان في تو ليجن سيجنيفيكانت وفي سب توتال اوكلوجن. الكيس ثانيه ده بيشنت يونج ايج 35 يير اولد روماتيك هارت ديزيز، وكان داخل فور فالف ريبليسمنت، فكان جاي عشان بري اوبراتيف سيتي كروناري. وده من الحاجات المهمه جدا ان اي عيان بيعمل اكسترا كاردياك اوبريشن بيطلب له سيتي كروناري معاها، فاحنا لقينا ان البيشنت عنده في مالتيبل اوت باوتشنج في ال في او تي مالتيبل دايفيرتيكولي، ده تحت في الرايت ساينس في يعني بلو السورس بلو الار سي اي اوريجين، وكان في الـ في النون في طالع من النون كوروناري برده، هنا النون كوروناري ساينس تحتيها برده طالع مالتيبل اوت باوتشنج دايفيرتيكولي. الكوروناريز بتاع العيان ده بقى ما كانش فيه عنده اي ليجن غير مجرد سوبرفيشال بريدجنج كده في اللاد، فالبيشنت ده كان عنده ال في او تي مالتيبل مايكوتيك انيوريزم ولاد تو سيجمنت لونج تو لونج سيجمنت اوف سوبرفيشال بريدجنج. ده بيشنت تاني 48 يير اولد تيبيكال شيست بين السيتي كوروناري ريكويستد، طلع عندنا ان في الار سي اي كان بروكسيمال في برومينانت كاليبر وصل ل 5.7. ده الار سي اي الليفت ال سي اكس كان واصل ل 7 ملم الليفت مين اند اللاد برضو نفس الموضوع، يعني 7.2 في الليفت مين، وفي في اللاد كانت برومينانت برضو وصلت تقريبا 5.8. فالحاله دي كانت ديفيوز اكتيزيا في اللاد وفي الار سي اي، وكانت الليفت مين نفسه والال سي اكس كانوا ميجا كروناري، كانوا الديامتر بتاعهم معدي ال 6. فالبيشنت ده كان عنده يعني متابعناه كان في كوازاكي فاسكولايتس، وهي اللي كانت عامله له زي انيوريزمال دايليتيشن او زي ما احنا قلنا اكتيزيا وميجا كروناري. الحاله دي كان عيان عنده ده هو دايابيتيك وهايبرتنسيف برده، وجاي كان جاي بشيست بين، لقينا في اللاد كان في لونج سيجمنت اوف مالتيبل بليكس، كانت ميكسد بليك. لما استخدمنا معاها لما شفنا في ده اللي هو الاي باس اللي دكتور ابراهيم وراه لنا عشان نشوف الكالسيفيكيشن دي، نعرف نشوف اذا كانت هي قافله خالص او لا. فالليجن كانت فيها مودريت ليجنز، كان في مودريت ليجن لونج سيجمنت اوف الاوفلات، ده كده الكالسيفيكيشن اللي هي الزهره دي، واليومن اللي هو الجزء اللي هو الغامق ده. فهي كان فيها بروكسيمال لاد لونج سيجمنت اوف مالتيبل ميكسد بليك، وكانت عامله مودريت اتينيويشن او استينوزيس، وده شكلها في التري في ار. ولما عمل الكاسيتر او البي سي اي كان مطلع اللونج سيجمنت دي، والعيان ركب فيها تو ستنت ورا بعض. ال سي اكس برده كان فيه ليجن زي ما احنا شايفين هنا كده، اللي هو الجزء اللي هو الاستينوزيس ده، وده شكلها في الاسطر يعني كورليشن مع البي سي اي، فطلعت ان هي فيها مودريت ليجن، والبيشنت ده كان عنده دوميننت ال سي اكس عشان كده دخل اسطر. الار سي اي كان نورمال وكان نون دوميننت. الدي 1
كان برضو في ليجن اللي هو الجزء البروكسيمال ده كان كالسيفايد بليك وكانت عامله اتينيويشن برضو سيجنيفيكانت وده شكلها في القسطره بعد كوريليشن مع افلام القسطره. ده الار سي اي بتاعه كان نون دوميننت شورت كورس وما كانش فيه ليجنز. الكيس دي ميل بيشنت 49 يير اولد هايبرتنسيف برضو ودايابيتك. كان الار سي اي عنده كان باصين على الار سي اي ما كانش فيه يعني مجرد مايلد ليجنز بس اللاد بقى كان يعني ديستال ليفت مين والولاد كان فيه لونج سيجمنت اوف سي تي او ده اللاد اهو وكان فيه مالتيبل بليكس وما فيش يعني مجرد الديستال ران اوف ده اللي هو فلو جاي من انستوموزيس دي. ال ال سي اكس عنده كان فيها برضو سيجنيفيكانت ليجن. البيشنت ده لقينا عنده اكسيدنتال ديسكفرد رايت هايلر ماس وده طبعا دي النقطه المهمه اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا بنقدر نشوف بره الهارت يعني احنا بنبص على الاكسترا كاردياك ليجنز او باثولوجي ونقدر ان احنا يعني نوجه العيان ليه ممكن يكون هو سبب البين اللي عنده او يكون حاجه اكسيدنتال ديسكفرد يعني معاه. كيس تانية ده عيان عامل كابج من 3 سنين كان في كان عامل ليه ماتولات وده ده شكل شكلها في الكيرفد وفي الـ وفي الثري دي وفي والهارت. كان اللي ماتولات كانت بيتنت ومفيش سيجنيفيكانت ليجن ولكن الاس في سي كان اس في سي 2 ام اللي هو الجرافت اللي احنا خدنا صافينس جرافت للاو ام متركب عليها كان فيها ليجن اللي هو الجزء ده كان ميكسد بليك وكانت عامله استنوزس تقريبا 50%. ده الدياجنوزس. الكيس اللي بعدها ده كان ميل بيشنت 65 يير اولد وهايبرتنسيف برده كان جاي برده تيبيكال شيست بين وريفيوز ان هو يتعمل له كونفنشنال او البي سي اي على طول قسطره فعملنا له سي تي لقينا فيه تو ليجنز في اللاد في بروكسيمال وفي ديستال ليجنز وكانوا مودريت تو سيفير. ده شكلهم في القسطره ديت البروكسيمال اهي والديستال اللي هو الليجن الثانيه وركب تو ستنت على التو ليجنز دول. الدياجونال كمان من الحاجات المهمه اللي احنا بنعلق عليها كان في اوستيال سوفت بليك موجوده في الدي 1. الار سي اي بتاع البيشنت كان فيه مايلد ليجن كده وده شكلها في السي تي وكورليتد هنا مع القسطره هي مجرد يعني مايلد ليجن بس يعني كاسوشيشن يعني. فدي الحاله دي كانت بروكسيمال لاد سب توتال اوكلوجن وسيفير ديستال 1 وفي مايلد ار سي اي ليجنز ما اتعمل لهاش حاجه. الكيس دي في ميل بيشنت 45 يير اولد هايبرتنسيف وفي اتيبيكال شيست بين. احنا هنا هنبص لقينا ان في الار سي اي اهو راح في مكانه وهنا في فيزل عدى ورا الليفت ساينس هنبص عليه نشوف طالع منه حاجه ولا لا. الليفت ساينس مش طالع منه اي حاجه واللاد جاي من الار سي اي فهو سنجل ارتري ده حاجه كونجينيتال انومالي ودي شكلها بعد ما يعني في الريكونستراكشن او في التري في ار. ده كده الرايت الار سي اي طالع من الرايت ساينس وطالعين بكومن ترانك واللونج ليفت مين وكورس واتقسم بعد كده ال سي اكس وولاد. ده نفس الكلام برضو ده اللونج ليفت مين وده الكومن ترانك اللي هم طالعين بيه فده كومن اوريجين الار سي اي وليفت مين من الرايت ساينس ولونج ليفت مين ده ابنورمال كورس. ده ميل بيشنت مارفان نون مارفان سندروم وكان طالع في الايكو ان هو في دايليتد اورت كروت فاحنا لما عملنا السي تي طلع بقى دايليتد اورت كروت واسندنج اورتك انيوريزم لارج وكان معاه كمان ابنورمال برانشنج في الاورتك ارش اللي هو البوفاين اورتك ارش كومن ترانك للبريكيوكيفاليك او الانومينيت. دي كيس تانية ميل يونج ايج 30 يير اولد نون كيس اوف بيرجر ديزيز ويز تيبيكال شيست بين دخلوه على طول قسطره فكان في ديفيكولت كانيوليشن لللاد او شافوا ان هو في حاجه مقفوله فطلب له بقى السي تي. ده كده المفروض الليفت مين والمفروض ان هو ترايفوركيت للاد وريموس
و ال سي اكس. ده شكل الترايفوركيشن اهو. ده الليد في سي تي او هو مقفول تماما, وده الار اي كان بيتنت, وال سي اكس كان فيه بروكسيمال سيجنيفيكانت سوفت او نون كالسيفايد بليك. يعني ده التوتال السي تي او, وده الترايفوركيشن, وده شكلها في القسطره. ده اللي هو الاستامب دي بدايه الليد اللي مقفول, وديت ده السي تي او, وده الار اي اللي هي الجزء اللي هو البرانش اللي في النص, وده ال سي اكس ده اللي فيه سيجنيفيكانت ليجن وكوريليتد مع السي تي. ده شكل ال سي اكس بتاع البيشنت بالليجن اللي هي موجوده فيه, وشكلها بقى في الكيرفد والتري في ار والانجيوجرافيك فيو. الار سي اي بتاع البيشنت ده كان نورمال. البيشنت ده كان يونج ايج, وكان السبب عنده الفاسكولايتس. يعني كانت الفاسكولايتس هي السبب بتاعه البروكسيمال ليد اوكلوجن والسيجنيفيكانت بليك اوف في وقت كيس 11 فيميل بيشنت 50 year old with typical chest pain. كان برضو في difficult cannulation لل RCF الconventional, وعملنا لها احنا بقى CT. ده المفروض الليفت مين, وبعدين احنا ماشيين دلوقتي هوت مع الليد. ال RCA هنا مفيش انا اجيبها لكم تاني. ناخد بالنا بس ده كده الليفت مين. ما فيش هنا اصلا ار سي اي طالع. الليد بيدي هو الار سي اي, يعني بيطلع منه الار سي اي وبيروح يمشي في مكانه في الاتروفنتريكولار جروف. وده شكلها بعد ما رسمناها على الورك ستيشن. ده البرانش اللي طالع ورايح يحل محل الار سي اي. مفيش ار سي اي طالع من الرايت ساينس. فده انومالس اوريجين اوف ار سي اي فروم ليد. دي فيميل بيشنت 65 هي مفيش في حاله بعديها. بس دي حاله عامله كابج وجايه بجايب شيست بين. ده شكل الحقنه من عشان تبين الليماتولاد. وده شكل التري في ار مبين عندنا بقى في السي تي ان هما هو بيتنت. الار سي اي كان فيه ده كده كان فيه مايلد ليجنز كده مش سيجنيفيكانت. بس كان ال سي اكس بتاع البيشنت ده العيان ده كان مركب ليماتولات بس ما فيش جرافتات ثانيه. فكان هو ماشي بال سي اكس بتاعه الار سي اي. ال سي اكس كان فيه ليجن سيجنيفيكانت, وده شكلها في السي تي. ولما عملنا القسطره ده شكل الليجن, وده افتر ستنتنج. فالبيشنت دي كابج وبيتنت ليماتولاد, وكان في ال سي اكس ليجن وركبت ستنت. بس بقى كده ممكن اقول الحاله دي ولا لا؟ كونكلوجن. تمام خلاص كده يا دكتور. لا كونكلوجن تيك هوم مسج. ايه اتفضلت تيك هوم. ماشي تيك هوم مسج ان الكونفنشنال كورونري انجيوجرافي از جولد ستاندرد في الكورونري هارت ديزيز, ولكن في بعض الكلينيكال سيناريوز بيبقى المالتي ديتكتور سي تي هي الفيرست لاين اوف موداليتي اوف ايمجينج. ذا يوز اوف ابروبريت في الباي يعني في الكابج من السي تي بتبقى في نفس الفاليو او افضل من الكونفنشنال انجيو. السي تي يعتبر هي جولد ستاندرد في الكونجينيتال انوماليز وفي النون اوبستراكتيف كورونري ارت ديزيز. ممكن نعمل لها دايجنوزيس بالنون انفيزيف افضل من خاصه في اللو ريسك بيشنت. شكرا دكتوره صباح زيدان for the nice presentation and good clear images.